أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المتمتع إذا أخر طواف الحج إلى قرب خروجه من مكة، إذا أخر طواف الحج، نعم، إلى قرب خروجه من مكة، نعم، هل إذا طاف ثم سعى يلزمه طواف الوداع؟ إذا كان يسافر على طول بعد السعي لا سعى له وداع، آخر عهد بالبيت، توه طايف، نعم.